توفيق ربنا سبحانه وتعالى. فعلا يعني اللعيبه دي ومجلس اداره والجهاز والناس كلها شغاله بما يرضي الله، لكن في الاول وفي الاخر هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا فيه ده، ان انت تيجي من الاخير تبقى اول النهارده، فده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. رقم اثنين اللي عايز اتكلم فيه، الصعود لسه بدري جدا، بدري جدا. الصعود ده في انتهالي يعني، انا بقول ان الصعود ده في اخر صفاره مع اخر دقيقه في اخر ماتش يعني. والله بقى لنا فتره ماشيين كويس، بس التوفيق مش محالفنا. الامور صعبه طبعا، خلاص الامور اتحسمت بشكل كبير. ان شاء الله اموري مع طنطا. اخر اسبوع ليا، يعتبر اخر اسبوع ليا في النادي. هو نادي يعني مر بظروف صعبه جدا، واللعيبه مرت بظروف صعبه جدا، طبيعي ان احنا نبقى في المكانه دي يعني. والله احنا يعني عملنا اللي علينا، وان شاء الله بقى ربنا يكرم نادي طنطا تاني، ولو فيه هبوط او ما فيش هبوط ربنا يكرمه ان شاء الله السنه الموسم الجديد. الحقيقه احنا لعبنا ماتش كبير قوي قوي قوي، والفرقه بتاعتنا لعبت ماتش كبير قوي، وضيعنا فرص كتير، لكن الحمد لله ربنا كرمنا في الاخر وفزنا بالثلاث نقط. ويعني اتمنى ان احنا نفضل على هذا المستوى. بحمد ربنا في المقام الاول والاخير على المكسب النهارده. انا بلعب فرقه محترمه معاهم مدير فني يعني الكابتن ابو العينين غني عن التعريف طبعا، ولسه جاي له من اسبوع الراجل بصراحه، وبصمته باينه على الفرقه. فكان ماتش عصبي بقرب الفرقتين من بعض. النهارده كان اللي هيكسب هيخلص على الثاني. احنا من بعد الماتش اللي فات قفلنا على نفسنا كويس جدا، وقعدنا مع بعض كتير واتكلمنا واتفرجنا على فيديوهات كتير لفرقتين، وقدرنا نقف على نقاط الضعف عندهم والقوه. فالحمد لله يعني النهارده اللعيبه بصراحه يعني ادوا كل حاجه، وكل حاجه اتطلبت منهم اتعملت. الحمد لله رب العالمين. يمكن انا الفتره اللي اشتغلتها مع فرقه نادي النصر عرفت اوظف امكانيات لعيبتي بالشكل اللي انا عايزه، الحمد لله يعني نتيجه مهمه جدا، بتدخلني خطوتين ثلاثه لقدام تاني، قربت. ما اقولش ان طبعا الصعود صعب جدا جدا، بقى فرق 4 بونت بيني وبين الاول بعد ما كنت ال 12 في ترتيب الجدول. الحمد لله بحمد ربنا على الاداء النهارده وعلى الروح وعلى الرجوله وعلى الثلاثه بونت اللي هم اهم من اي شيء بالنسبه لي.